الايام الاخرى اللي هم طالعين من الثالث والرابع الزيارات الميدانيه دي هنعملها ما فيش مشاكل خالص بين الثلاث اتصالاتنا احنا مع الجهات المختلفه. انما انا يمكن الجزء المهم جدا اللي علينا في القعده النهارده الايفنت بتاع اول يوم اللي محطوط اللي هو المبتقل هو التركيز في الاول وهو ده الاساس. هم حاطين كلمات افتتاحيه ودي ما فيهاش مشكله برضو عمليه بروتوكوليه هنظبطها مين المناظر لمين ومين يكون موجود فما فيهاش مشكله. الجزء الثاني اللي هو بقى بنتكلم على الجلسات العمل او الورش القطاعيه اللي هتشتغل. انا عندي بقى احنا هم باعتين هنا ده النشاط الوفد اللي جاي في السبع قطاعات اللي بيتكلموا عليها. طبعا انا ما اقدرش هوفر بي تو بي ماشي للناس دي كلها، لكن لو انا عايز اتكلم على ورشتين عمل او ثلاثه اقوياء هم دول اللي اشتغل عليهم اللي انا عايز انميهم واكبرهم مع الجانب الفرنسي. اركز عليهم. انا بنتكلم على عرض امكانيات وفرص الاستثمار في تونس وعرض امكانيات وفرص الاستثمار في مصر، ودي هنفترض ان دي جلسه عمل واحنا عندنا استثمار مشترك دكتور يوسف الشرقاوي اللي هو المسؤول عنها هيحضر ورقه ويتكلم هو يجهزها بالتنسيق مع هيبقى في كلمات من هيئه الاستثمار من البلدين بيتكلموا بالاضافه للورقه اللي هيتكلم فيها دكتور يوسف عن تنميه الاستثمار بشكل عام من خلال المحاور اللي موجوده والمزايا اللي موجوده في الدولتين اتفاقيه اغادير واتفاقيه الشراكه العربيه الحاجات دي كلها بتحكمنا في اطار معين احنا نقدر نشجع الاستثمار في ايه ما بيننا. انما انا شايف من بقيه الست مجالات انا عايز اختار مجالين هيتعمل عليهم جلستين عمل ونتكلم فيهم. هنتكلم مثلا في الصناعات النسجيه مثلا شايف ان ممكن يكون فيها فرصه كويسه والصناعات الغذائيه ونشتغل على ايه دول؟ ممكن احنا هم بعتلنا بيقولوا كده احنا بقى بندرسه وبعدين بنلغي اللي احنا عاوزينه وبن بالظبط هنعدي اللي احنا عاوزينه وهنرد عليهم احنا اتفقنا مع احنا ورقتنا ايه. طيب عشان ننجز بقى اول يوم ده ناكد على النقطه دي دلوقتي واحنا قاعدين كده نتفق انهي جلستين عمل اللي حابينهم. اتفضل يا دكتور. بعد اذنك في نقطه ورش العمل تحديدا انا شايف ان في موضوعين مهمين جدا بيكونوا مع الجماعه الخاص. كنا جينا كنا ناخد مره مع هناك الموضوع الخاص معانا المهندس مختار. المهندس مختار 12 واحده كده دكتور مباشر واعتقد ان احنا لو عملنا ورشه عمل عن صناعة التمور وزراعة التمور وتدمير صناعة التمور بين الجانب المصري والتونسي من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي هم متقدمين جدا فيها احنا نقدر نعمل تعاون مشترك وهم كانوا ليهم مبادرات ان هم يجوا يشتغلوا الشغل ده في مصر. دي ورشة مهمة جدا تقدر تجمع البلدين بشكل جيد خصوصا ان احنا عندنا أكبر إنتاج من التمر في العالم العربي لكن عندنا مشكلتين. أكبر إنتاج من التمر في مصر؟ أكبر إنتاج في العالم العربي جدا. يا سلام. مليون و200 الف طن سنويا. احنا نتقدم السعوديه والعراق وايران. اذا تحدثنا عن التمور من الناحيه الانتاجيه مصر العراق ايران. اذا تحدثنا عن التمور من ناحيه الكواليتي والاصناف والتصنيف فالسعوديه ورقم واحد. تونس عندها تمريه واحده والصين عندها تمريه واحده لكن هم بتتسيدوا السوق العالمي من عام 72. تقدر تشكل عصبه تتصدرها تونس واسرائيل. يعني